من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كل ما يعرفه عن متحور أوميكرون بأنه سريع الانتشار ويثير قلقا كبيرا حول العالم، مؤكدا اتخاذ إجراءات وقائية تمثلت بمنع السفر من وإلى عدد من الدول الإفريقية، فيما دعا إلى تلقي الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات تفاديا لتفشي المتحور الجديد. قررنا اتخاذ إجراءات وقائية والحرص على منع السفر من وإلى جنوب أفريقيا وست دول أخرى في المنطقة. لا نعرف الكثير عن هذا المتحور الجديد، باستثناء أنه يشكل مصدر قلق كبير ويبدو أنه ينتشر بسرعة. يجب على الملقحين تلقي الجرعة المعززة، وهو الحد الأدنى الذي يجب القيام به.